بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على أحد خصائص البريمافيرا اللي هو الأبلاي أكشوال. أبلاي أكشوال ده أمر في البريمافيرا، معناه إن أنا بقول للبرنامج اعمل أبديت عن تاريخ معين، ولما تعمل أبديت خلي كل الأنشطة اللي كانت المفروض تشتغل قبل التاريخ ده إنها اشتغلت طبقا للخطة بتاعتها. يعني لو نشاط كان المفروض يكون بدأ وانتهى قبل التاريخ ده يبدأ فعلا وينتهي في الاكشوال قبل التاريخ ده في نفس مواعيد البلان او في نفس مواعيد البيز لاين. ولو نشاط كان المفروض يخلص 50% منه قبل التاريخ ده الاقي خلصان 50% وبدأ في نفس الموعد اللي كان في البيز لاين. طيب عشان اطبق الامر ده بيتطبق على الانشطة اللي ليها خاصية اوتو كومبيوت اكشوال مفعلة، هاجي هظهر الكولوم الخاص بالاوتو كومبيوت اكشوال، خلينا احطه تحت خالص في اخر الاعمده. الاوتو كومبيوت اكشوال عباره عن تشيك بوكس اعلم عليه يكون مفعل او اشيل العلامه منه عشان اشيل التفعيل. طيب انا عايز بعض الانشطه انه يطبق عليها اوتو كومبيوت اكشوال، فمش هقعد ان انا اعلم على واحد واحد، لا انا هنزل لغايه المكان اللي انا عايز اطبق لغايه عنده وليكن مثلا البلاسترنج، وهضغط شيفت واقوم جاي مختار كده، هو عمل لي سيلكت لدول. طيب اتاكد ان اول واحد كان عليه علامه تشيك، كان عليه علامه تشيك، اعمل فيل داون دلوقتي سوري لغايه البلاستر وشيفت وادوس وكليك يمين واختار فيل داون، هلاقيه طبق لي نفس الخاصية على كل الأنشطة التالية. طيب كل الأنشطة دلوقتي عليها اللي أنا عايز يعني تعمل لها Apply Actual، عليها الأوتو كومبيوت Actual مفعل. أبدأ أروح لتولز واختار منها Apply Actual، بيظهر الدايلوج بوكس ده بيقول لي أنت عندك دلوقتي المشاريع المفتوحة دلوقتي هي كذا، طبعا هو مشروع واحد المفتوح فعشان كده إيه جايبهولي، لو في أكتر من مشروع هلاقيهم هنا. والاختيار اللي بعد كده هل each project use its own new data date، كل مشروع يشتغل على الديت بتاعه، ولا عايز تدخل تاريخ معين لكل المشاريع المفتوحه. طبعا برضو بالنسبه لنا مش هيفرق لان هو مشروع واحد اللي احنا فاتحينه. وهاجي اقول له مثلا يوم اعمل الابديت ده يوم 1 ديسمبر مثلا، واقول له select وابلاي، هو بيقول لي ان ده اكبر من الداتا ديت فبقول له اوكي ماشي. طيب هلاقي ايه اللي حصل؟ هلاقي الداتا ديت انتقل وبقى يوم 1 ديسمبر. طيب واللي قبل الداتا ديت كل البارز هلاقي البيز لاين اللي هو الاصفر مشابه تماما للاكشوال اللي هو الازرق، يعني بادئين مع بعض ومنتهيين مع بعض. حتى ناخد اي نشاط منهم ونقف على الستاتس هنلاقي انه فعلا ستارتد وفينيشد ونسبه الانجاز 100%. طيب والأنشطة اللي كان مخطط ليها إنها تشتغل بعد كده هلاقي إن موجودة لسه في ميعادها بعد الداتا ديت، أو بعد كده لو مربوطة بعلاقة مع حاجة تانية، ومفيش حاجة فيها اتعمل عليها أي أبديت. يعني لو خدنا أي نشاط منهم كده هنلاقي طبعا إيه الستارت والفينيش لسه. طيب نقطة الفيصل إيه؟ نقطة الفيصل البلاسترنج. ليه؟ لان احنا كنا عاملين هنا اوتو كومبيوت اكشوال معلمين عليها. طيب انا ممكن احتاج الكلام ده امتى؟ ممكن احتاجه مثلا لو انا بعمل تخطيط لبرنامج زمني المشروع، والمشروع ده كان بدأ فعلا ممكن بقاله شهر شهرين مثلا بادئ، وفي حاجات بقت اكشوال بالفعل وانا عايز اعمل بلان، فمش معقول ان انا هعمل لها بلان غير الاكشوال لان هي خلاص بقت اكشوال، بس في نفس الوقت انا عايز احطها معايا في الجدول الزمني، عايز احطها في البلان، فهبني البلان بتاعتي على الاكشوال اللي حاصل، واجي اعمل ابديت للتاريخ بتاع النهارده اللي هو الداتا ديت، واقول له اعمل ابلاي اكشوال لدول، مش هقعد بقى احدثهم بنفس الداتا تاني، ما انا عارف اوريدي ان هم واخدين نفس البلان، او البلان هي اللي مبنيه على الاكشوال كمان، وهكذا. ده ممكن يبقى من احد الاستخدامات لموضوع الابديت باستخدام الابلاي اكشوال. الامر الثاني اللي هنتعرف عليه مشابه برضو للابلاي اكشوال هو ابديت بروجريس. الفرق بينه وبين الابلاي اكشوال ان ابديت بروجريس بقدر اختار النشاط اللي انا عايز اعمل له ابديت،
وبرضه بيطبق الاكشوال عليه. فممكن ان انا اختار مجموعه من الانشطه، يعني من اول بي سي فاونديشن لغايه الروف تايلز. مجموعه الانشطه دي هي اللي عايزها يتطبق عليها انها بدات، فهاجي ما ينفعش بقى ساعتها اقول له ابلاي اكشوال، لا انا هختار ابديت بروجريس. لما بختار ابديت بروجريس بيسالني عايز تطبق لغايه تاريخ كام، فانا هقول له مثلا لغايه 1 نوفمبر. وطبعا مش منطقي ان الاكسكافيشن والباك فيلين يكونوا ما بداوش، بس يعني هناخدها ايه مجازا عشان نوضح بس التمرين. طيب بيقول لي all highlighted activities، هل عايز الانشطه المظلله كلها ولا المختاره؟ هيبان دلوقتي معانا موضوع الهايلايت بعد شويه. خلينا نختار الاول selected activities only وهقول له apply. هروح عند الانشطه دي الاقي ان الستارت والفينش بتاعها بدا يتسجل ونسبه الانجاز 100%. تعالوا نروح للانشطه الثانيه اللي هي مثلا excavation وباك فيلينج، هلاقي ان الستارت بتاعها مش متسجل والبيرسنت كومبليت برضو زيرو، نفس الحكايه الباك فيلينج. طيب لو نزلنا تحت الانشطه اللي بعد الرينج بتاعنا برضو هلاقي الستارت مفيش والفينش مفيش و 0% complete. طيب ممكن ابدا اعمل مثلا سكادجول بقى بالتاريخ ده اللي هو 1 نوفمبر عشان يظبط لي موضوع الانشطه. فهلاقي ان اللي ورا الداتا ديت هو ده اللي حصل عليه البروجريس، واللي قدام الداتا ديت ما حصلش عليه بروجريس، وهو البرنامج معتبره ان هو لسه ما بداش. وان هو نسبة الانجاز بتاعته زيرو. طيب انا كده طبقت الاكشوال باستخدام ان انا عملت سيلكت لبعض الانشطة. في طريقة تانية ان انا مش هعمل سيلكت، لان ان انا هعمل سبوت لايت او هايلايت. الزرار ده عندنا بيعمل سبوت لايت، لو دوست عليه كده ممكن ان هو يعمل لي سبوت لايت، يعني يظلل لي منطقة معينة وبينعكس ده على الانشطة اللي خاصة بالمنطقة دي، وبتكون التظليل بادئ من الداتا ديت. بمعنى ايه؟ ان انا لما ادوس الزرار ده وهبدا ادوس هنا في السبوت لايت واسحبه معايا، هيبدا ان هو يظلل لي في البار تشارت مجموعه من الانشطه، وفي نفس الوقت هيظللها جوه الاكتيفيتيز، يعني النشاط بتاع البينتنج ده مش جوه الهايلايت فبالتالي مش هيظلله، لكن الانسوليشن فور باث اند كيتشن هلاقيه جوه الحتة المتظللة، وهلاقيه ان هو مظلله بالاصفر في الجدول. دي وسيلة سريعة لاختيار الانشطة عن طريق الهايلايت، ان انا باجي هنا عند الداتا ديت واعمل منطقة تكون مظللة. طيب لو انا جيت اخترت بس ايه جزء صغير، حتى ممكن احنا نوسع دي شوية كده بحيث ان انا اضم بس ايه انشطة قليلة زي النشاطين اللي انا سبتهم فوق، الباك فيلينج مثلا والاكسكافيشن، او نخلي الاكسكافيشن بس. انا كده ضميته. لو رجعت لورا كده هلاقي الاكسكافيشن بيتشال منه الاصفر في الجدول، كده الاكسكافيشن ابيض. تمام، لما نيجي نتحرك هلاقي الاكسكافيشن بقى اصفر، يبقى انا كده عامل له هايلايت. وايه تاني معمول له هايلايت معاه؟ مفيش، بقية الأنشطة مفيش حاجة تانية معمول لها هايلايت معاها، لأن هو ده كان الدور يعتبر عليه طبقا للوجيك سيكونس. طيب هكرر نفس الأمر تاني، هقول له تولز وأبديت بروجريس، بس المرة دي هختار all highlighted activities apply اوكي، وأرجع للإكسكافيشن تاني ادوس عليه، هلاقي فعلا ان هو طبق الستارتد والفينشد بالتواريخ اللي كانت مقررة له. وبقية الانشطة التانية مازال لسه ما بدأش فيها وما حطلهاش نسب انجاز. دي الطريقة التانية ان انا اعمل apply actual، بس اعمل apply actual على انشطة معينة بعينها، بان انا بختارها بعمل لها سيلكت او بعمل لها هايلايت
وابدا اقول له ابديت بروجريس عشان يطبق نسب الانجاز الاكشوال عليها، بحيث ان هي تبقى بتبدا تماما زي البيز لاين ونسبه انجازها بالظبط زي البيز لاين، لو 100% تبقى 100%، لو 50 تبقى 50، وهكذا زي البيز لاين بالظبط.